الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد مع برنامج ورتلناه ترتيلا، هذا اللقاء الأسبوعي الذي يأتيكم عبر فضائية اليرموك، ومن خلاله نحاول أن نصحح تلاوتنا حتى نرتقي بمستواها إلى المستوى اللائق الكريم الذي يرضاه الله تعالى عنا، لأنه هو الذي أمرنا بقوله ورتل القرآن ترتيلا. فالقرآن لا يقرأ كأي كتاب آخر، وإنما يقرأ بطريقة خاصة تراعى فيها أحكام التجويد، يراعى فيها تدبر هذه الآيات ومحاولة فهمها أحسن الفهم وقراءتها أحسن القراءة والعمل بها وتطبيقها أحسن العمل والتطبيق، حتى نكون بإذن الله تعالى من الذين قال الله فيهم يتلونه حق تلاوته. أهلا ومرحبا بكم، ولقاؤنا إن شاء الله تعالى مع الربع الثاني من سورة البقرة، ابتداء من قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سنستمع بإذن الله تعالى إلى قراءة المتصلين تباعا، ونحاول أن نصحح هذه القراءة مع إلقاء الضوء على شيء من المعاني التي تتفتق عنها هذه الآيات الكريمات إلى نهاية الربع الثاني. عسى الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويفهمونه ويعملون به، فيكون شفيعا لهم بإذن الله تعالى. مع هذه الآيات وبدء التلاوة يكون بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. نسأل الله أن يجيرنا وأن يبعدنا عن الخاسرين. إذن هذه الآيات تقول لنا الله سبحانه وتعالى لا يترك ضرب المثل ولا يستحيي من ذلك، وقد يكون ضرب هذا المثل بالبعوضة وبما فوقها أي في الصغر أو في الكبر، فهذه البعوضة أو غيرها كل منها آية من آيات الله في عجائب خلقها. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
إذن المعوضة والذبابة وأي حشرة من الحشرات خلق من خلق الله وأمم أمثالكم في نظامها واجتماعها وأحوال حياتها ومعاشها، أمم أمثالكم، وهذه الأمم من خلال أنظمتها تشكل شاهدا أو شواهد عديدة على وحدانية الله وقدرته وعظمته، وأن الخلق جميعا لو اجتمعوا لا يمكنهم أن يخلقوا ذبابة واحدة أو بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، حين يضرب المثل الله سبحانه وتعالى يريد من خلاله أن يبين للناس قضية، المؤمنون يفهمون عن الله ويعلمون أن هذا هو الحق، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كيف يضرب المثل بالبعوضة والذبابة ونحو ذلك، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن المسألة ليست مسألة آيات ومعجزات، إنما مسألة قلوب، القلوب المتفتحة المتوجهة إلى الله الراغبة في الهداية، هذه القلوب هي التي سرعان ما تتقبل الهداية وتذعن وتؤمن بالله. أما القلوب المقفلة مهما جاءها من الآيات ومهما رأت من المعجزات، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى إنما يضل بهذه الأمثال وبهذه الآيات يضل الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، الذين وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نقض العهد من أكبر الكبائر، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. هناك أمور أمر الله بوصلها، منها صلة الأرحام، ومنها إيصال الحقوق إلى أهلها والأمانات إلى أهلها، فهؤلاء يقطعون هذه الحبال ويرفضونها ويفسدون في الأرض، وهذا الإفساد في الأرض هو أمر يكرهه الله ويبغضه ويغضب عندما يرى الفساد والمفسدين في الأرض، ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في مقابلتهم المؤمنون المتمسكون بحبل الله، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويوفون بعهد الله، أولئك هم الفائزون بإذن الله تعالى. فما أبعد الفرق بين أن يكون الإنسان خاسرا وبين أن يكون فائزا سعيدا في دنياه وسعيدا في آخرته بإذن الله تعالى. ثم بعد هذا تتوجه الآيات متحدثة عن خلق السماوات والأرض، وهذا ما سنراه بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد هذا البيان الله سبحانه وتعالى يستفهم، وهذا الاستفهام ليس على حقيقته، لأن الله عالم بكل شيء، وإنما يأتي هذا السؤال موجها على سبيل التوبيخ والتقريع لمن يكفرون بالله تعالى. كيف تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله؟ يعني لا يجوز بحال أن يكفر الإنسان بالله تعالى. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا أي كنتم عدما، فأخرجكم الله من العدم إلى الوجود. إذن هذا موت سابق على الحياة، ثم أخرجكم الله إلى الحياة، فهذه الحياة عندما خرج الإنسان من بطن أمه. قال ثم يميتكم، أي عندما يأتي الأجل يموت الإنسان بأجله وعمره. ثم يحييكم يوم البعث.
ثم إليه ترجعون من أجل الحساب. إذن هذه المراحل التي فصلتها هذه الآية أيضا أشارت إليها آية في سورة غافر في صراخ الكافرين عندما رأوا الحق، وذلك أنهم يقولون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إذن هما مرحلتان، إماتتان وإحياءتان، الأولى العدم والحياة التي تقابل ذلك الإخراج من العدم، ثم الموت بآجال الناس، ثم بعد ذلك بعث الناس يوم القيامة، ثم ردهم إلى الله سبحانه وتعالى للعرض والحساب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كل شيء في هذه الأرض مخلوق من أجلك أيها الإنسان، وهذا منتهى التكريم وغاية التكريم، أنك لا تطلب شيئا إلا وجدته، ولا تعوزك حاجة إلا وقد وجدتها في هذه الأرض. إذن الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وبعد هذه الآية نجد الآيات تتحدث عن قصة هي أعظم قصة في هذا الوجود، وهي قصة خلق الإنسان وإحيائه في هذه الأرض ليكون خليفة يعمرها بذكر الله تعالى. وسنستمع إلى مثل بيان هذا بإذن الله تعالى بعد أن نأخذ بعض الاتصالات. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ بتول. أهلا وسهلا بتول، كيف حالك؟ الحمد لله. ستقرأين من أول الربع إن شاء الله؟ إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله يا بتول، قراءة متقنة وطيبة مع أداء الأحكام والمخارج بطريقة جيدة، بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب، مرة أخرى إلى الآيات الكريمات التي تتحدث عن قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وآدم هو أبو البشر وأول البشر، هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى بيده
وأمر الملائكة أن تسجد له بعد أن نفخ فيه من روحه، وأكرمه الله تعالى بأن طرد عدوه من الرحمة، ثم أسكنه الجنة وخلق له زوجا من نفسه، وأعطاه القدرة على التعلم، وخلقه في أحسن تقويم، وعلمه ما لم يكن يعلم، وأعطاه من المقومات والإمكانات ما يجعله سيدا للخلائق، ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أنه أخبر الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض الناس يظنون أنه خليفة عن الله، والحقيقة أن كلمة خليفة وكلمة خلائف الواردة في سورة الأنعام: وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. خلائف يعني أمم يخلف بعضهم بعضا، أي يعيشون أجيالا متعاقبة، تذهب أمة وتجيء أخرى، وهذا معنى الخليفة. أما الخلافة عن الله فهذا الأمر غير وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغيب حتى يستخلف، وهو الذي يدبر الأمر فلا يحتاج إلى من يخلفه، فهو سبحانه الغني وهو المدبر. إذن جاعل في الأرض خليفة، أي إنسان أو مخلوق يكون له ذرية يخلف بعضها بعضا. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرف الملائكة أن هذا الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ هناك أقوال للعلماء، لكن المختار منها والله تعالى أعلم أن الله سبحانه بين للملائكة خصائص وطبائع هذا الإنسان، فعرفوا من خلالها أن من كان كذلك لابد أن يفسد في الأرض وأن يسفك الدماء، ولذلك قالوا هذا الكلام لا على سبيل الاعتراض، ولكن على سبيل الاستفهام ومعرفة الحكمة، والله تعالى أعلم. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ قتيبة. أهلا يا قتيبة، كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل بالقراءة من حيث وصلت بتول إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. قراءتك طيبة يا قتيبة، وأحكام متقنة بحمد الله تعالى، لكن لابد من التنبيه على أن جزءا من هذه القراءة لم أسمعه بسبب حصول بعض الخلل.
على كل حال يعني ما سمعته من قراءتك هو قراءة متقنة، وبارك الله فيك، ونريد منك المزيد من الإتقان، وشكرا على اتصالك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب، مرة أخرى إلى الآيات الكريمات. الله سبحانه وتعالى الذي أخبر هؤلاء الملائكة، الملائكة استفسروا عن الحكمة في خلق هذا الإنسان، قال لهم الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون. نلاحظ في زماننا هذا وربما في كل زمان سفك الدماء وقتل الأبرياء وقتل الناس ظلما، وما يحدث في شرق وفي غرب وفي مناطق واسعة وكثيرة من العالم يدلل على هذا الاستفهام الذي استفهمته الملائكة عن الحكمة. فهذا الإنسان إذا لم يردعه رادع من دين وخلق فعنده من الغضب ومن الشهوة ومن الرغبة والحاجة ما يجعله يجنح عن الطريق المستقيم ويصل إلى سفك الدماء والإفساد في الأرض. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يحقن دماء المسلمين. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ ساجدة. أهلا وسهلا ساجدة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءة متقنة وطيبة يا أخت ساجدة، وبارك الله فيك على الاتصال وعلى القراءة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. طيب، مرة أخرى إلى الآيات الكريمات. والله سبحانه وتعالى بعد أن خلق أو يعني قال للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بعد ذلك قضت مشيئة الله أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام، فأمر جبريل أن يقبض له قبضة من جميع الأرض، فقبضت هذه القبضة من تراب الأرض من سهلها وجبلها ووديانها وصخورها وترابها، ووضعت هذه القبضة من الأرض، وضعت ثم صب عليها الماء، وبعد ذلك صارت هذه الطينة وتركت تحت الماء مدة. ولذلك الآيات الكريمات حين تتحدث عن مراحل خلق الإنسان، هناك آيات تقول عن الإنسان أنه خلق من تراب، وآيات تقول إنه خلق من الطين، وآيات تقول من صلصال كالفخار، وآيات من حمأ مسنون، وهذه كلها مراحل ولها دلالاتها. فالتراب قبل أن يرش عليه الماء، وعندما رش عليه الماء صار طينا، وإذا ترك تحت
الماء مدة من الزمان ينتن فيصير حمأ مسنونا، أي منتنا له رائحة، فإذا جفف بعد ذلك صار صلصالا، ولو حرق بالنار لصار فخارا، ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم آدم وذريته من أن يحرقوا بالنار، ولذلك قال من صلصال كالفخار. إذن هذه الطينة اليابسة دون أن تحرق فهي ليست فخارا وإنما كالفخار. ومن هذه الطينة خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام. إذن خلق الله آدم وصوره على صورته ليكون هذا ردا على الداروينية والذين يقولون بالنشوء والارتقاء وأن الإنسان بدأ كائنا وحيد الخلية ثم تطور. هذا الكلام كله هراء ترده هذه الآيات الكريمة وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم من أول يوم على صورة آدم التي نعرفها، صورة الإنسان البشر، وليس كائنا وحيد الخلية ثم تدرج وتطور حتى صار إنسانا. إذن الله تعالى خلق آدم على صورته من أول يوم، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وخلقهم هذه الخلقة السوية. أوحى الله إلى الملائكة إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. الآن إبليس لم يقل أنا لست مأمورا بالسجود فأنا لست من الملائكة، وإنما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا يدل على أنه كان مأمورا بالسجود مثله مثل بقية الملائكة، ولكنه رفض أمر الله تعالى، فكانت أول معصية عصي بها الله تعالى أن يرفض أمره وأن يتكبر على الخلق عندما قال إبليس أنا خير منه وفضل نفسه واستكبر. ولذلك رب العالمين وصفه بقوله أبى واستكبر وكان من الكافرين. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. مين معنا؟ إسلام. أهلا يا إسلام، تفضل بالقراءة من عند يا بني إسرائيل. يا بني إسرائيل. نعم. كانت قبلك ساجدة تقرأ، وصلت إلى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. أي آية؟ في حدود 40 تقريبا. إيه الآية 40، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. بارك الله فيك. واستعينوا بالصبر والصلاة
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. لا، لو أكملت كمان آية بعد ذلك، الذين يظنون، فقط آية الذين واحدة. يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم، بارك الله فيك، هذه قراءة متقنة وطيبة بحمد الله تعالى. ونلاحظ أهمية أن يوقف على تمام المعنى، الذين يظنون، هذه مرتبطة من حيث الإعراب بالآية التي قبلها، ولذلك لا نقف عليها وإنما، أو لا نقطع عليها، وإنما نقطع على الآية التي بعدها. شكرا على الاتصال وقراءة طيبة بفضل الله تعالى. إذن هذه الآيات مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم، إبليس اعترض ورفض واستكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أي رفض أمر الله تعالى، استكبر عندما قال أنا خير منه، كما توضح سورة الأعراف وسورة الحجر وغيرها من السور التي قصت هذه القصة. وكان من الكافرين لأن رفض أمر الله ورفض حكم الله هو مرحلة من مراحل الكفر، والذي يرفض أمر الله تعالى عرضة لأن يكفر بالله تعالى. إذن الله سبحانه وتعالى سجل على إبليس ثلاثة أمور: أبى واستكبر وكان من الكافرين. وليس معنى هذا أن هناك كفارا كانوا في ذلك الوقت، بل لم يكن هناك إلا الملائكة وإبليس كشخص مفرد، فهو أول من كفر بالله تعالى، يعني كان من الكافرين، المقصود أنه كان من جملة ومن عداد الكافرين، على أنه أول من كفر بالله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أخ عبد الله، تسمعني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أبدأ دكتور من القاء. يا ريت لو ترفع صوتك شوي وتوطي للتلفزيون. الو، ترفع صوتك شوي يا اخ عبد الله، تفضل من اول الربع اقرا. شكرا الاخ عبد الله، يبدو اننا فقدنا الاتصال مع الاخ عبد الله من الكرك، بارك الله فيك، ولعله يتصل في وقت لاحق ان شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ باسم من الزرقاء. حياك الله يا أخ باسم، تفضل من أول الربع. الله يجزيك الخير إن شاء الله. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم ما شاء الله يا أخ باسم قراءة متقنة وطيبة بارك الله فيك وشكرا على اتصالك معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام أهلا ومرحبا مين معنا معك عبد الله الهدار حياك الله يا أخ عبد الله تفضل بدي عبد الله يرضى عليك دكتور معلش تحملني عشان دائما بقرأ هاي الآية في الصلاة ايه تفضل عشان بدي ابدا واتقرب بكل الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك من يفسد نعم يا أخ عبد الله انتبه للحركات نعم. من يفسد فيها خلو نعم. نعم نعم معك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نعم قال إني أعلم ما لا تعلمون تسمعني يا أخ عبد الله اسمعني تفضل يعني نريد أن نحافظ على الحركات حتى لا نخطئ بها تفضل ونقرأ قراءة متقنة هكذا الآن استمع كيف أقرأ الآية نعم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون تفضل بإعادة نفس الآية إذا سمحت كلامك حلو كلامك حلو يا دكتور الله يفتح عليك ويكرمك تفضل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم صدق أخي عبد الله يعني جزاك الله خير أنا أريد يعني نصيحة نعم. أنت وأمثالك المبتدئين بالقراءة أنا بدور على هذه الكلمات النصيحة أعطيني. نعم المبتدئين بالقراءة يا حبذا كل واحد منهم يجلس مع إمام المسجد الذي يصلي فيه ويقرأ عليه ولو كل يوم آيتين أو ثلاث والإمام يصحح له حتى إن شاء الله تعالى تكون قراءته بطريقة أحسن وأفضل وإن شاء الله ستجد تحسنا في قراءتك بارك الله فيك ومشكور على اتصالك يا أخ عبد الله
معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم رمزي، كيف حالك؟ الله يجزيك الخير. الحمد لله. الله يجزيك الخير. الله يبارك فيك. تفضلي تفضلي. أبدأ من عند وإذ قال ربك. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. قراءتك متقنة يا أم رمزي، قراءتك جيدة وطيبة ما شاء الله، لكن يبدو ضيق النفس يعني لا يعطيك الفرصة أن توصل الكلمات ببعضها بطريقة أفضل، علما بأنك كنت يعني تلتزمين الوقفة التام والكافي والحسن، ولكن يبدو ضيق النفس. ممكن تستعيني بالله سبحانه وتعالى وتستعيني بأخذ نفس قبل أن تبدأي بكل فقرة أو بكل جملة من الجمل، وهذا يساعد على أن تقرأي لشيء أطول إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير ثم نعود لنستكمل الاستماع إلى تلاواتكم، فكونوا معنا وحياكم الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ بهذا الاتصال. الأخت أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. أم محمد معك. تفضلي يا أم محمد، تفضلي بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه.
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءة متقنة وطيبة يا أم محمد، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. مشاهدين الأعزاء، هناك يعني بالنسبة لموضوع الوقف والابتداء، في الحقيقة يعني لا يجوز الوقف على وسط الكلمة، مثلا كلمة وكان من الكافرين، لا يجوز أن نقف وكان من ال أو من الك أو ما أشبه ذلك، وإنما إذا شعر الإنسان أن نفسه سوف ينقطع وأنه لم يستكمل الكلمة فليقف على أي كلمة قبلها، وهذا ما يسمى بالوقف الاضطراري. ولذلك من الممكن أن أقرأ هكذا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما. فأنا ممكن أن أقف على أي كلمة من كلمات القرآن، اللهم إلا إذا كان هذه الكلمة يعني الوقف عليها سيغير المعنى فلا أقف عليها إلا عند الاضطرار الشديد. أما أن يقف الإنسان في وسط الكلمة قبل أن يكمل حروفها فهذا باتفاق جميع العلماء ممنوع ومنهي عنه. أيضا معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، مين معنا؟ محمد بن زرقاء. حياك الله يا محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي ترهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا محمد، قراءة متقنة وطيبة بفضل الله تعالى، وشكرا على اتصالك. مشاهدينا الأعزاء، نقف مع هاتين الآيتين، قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. من حيث أحكام التجويد: واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها النون هنا حرف غنة مشدد، لكبيرة الراء مفخمة، لكبيرة إلا التنوين وبعده الهمزة إظهار حلقي، على الخاشعين تفخم الخاء هنا فيما ترقق سائر حروف الكلمة. الخاشعين مد عارض للسكون يمد بمقدار 2 أو 4 أو 6 حركات. الذين يظنون، النون هنا حرف غنة مشدد يغن بمقدار حركتين، أنهم أيضا مثلها، أنهم ملاقوا، الميم الساكنة مع الميم بعدها إدغام شفوي أو إدغام مثلين صغير، ملاقوا ربهم الراء مفخمة، ربهم وإظهار شفوي، وأنهم النون هنا حرف غنة مشدد، إليه راجعون، وأنهم إليه إظهار شفوي، إليه راجعون تفخم الراء وفي الكلمة مد عارض للسكون. إذن هذه أحكام التجويد التي في هذه في هاتين الآيتين الكريمتين. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة وفي ختام هذا اللقاء، نرجو الله العظيم الجليل الكريم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يتقبل منا ومنكم إنه هو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.